صار لي تقريبا 9 سنين يعني بالسوق من انا صغير. هذا يومك يعني طبيت صغير وهسه انا تزوجت وبعدني بالسوق. ما شاء الله. يعني ماكو فرص عمل غير شيء والحمد لله هنا كلهم جماعتنا واخوتنا وماشي. مرات نشتغل مرات ماكو شغل شوي ووضع السوق تعبان كلش تعبان يعني. وياها وياها لان ما نقدر نضغط عليهم كلهم جماعتنا واخوتنا وهاي واحنا شاي مرات 1000 دينار ما يعطوك ربع دينار ما حد ما ينطي. كم الصوت فكك حالك؟ اي اي مرات انا ثالث متوسط. بطل. ليش ما قدمت خارجي هسه؟ قدمت اول العام هاي السنه ما قدمت عندي ظروف ما قدرت اقدم بس قدمت اول عام وعدت لاني راد ان تعرف تراد دروس خصوصيه وهاي واني ما اقدر يعني هاي بس دخلت درس واحد وواجهت يعني ضغوطات يعني قصرت علي بس دخلت ونجحت فيه يعني لو داخل بعد هذه الدروس البقيه عشان نجحت عبارك بس السبب يعني الماده ما قدرت اقدم. قد يوميتك احمد بين يعني مرات 15 مرات 10 مرات 18 يعني حسب هيك طلع صار مايت وبقي اخذ على شاب مرتب رحم الله والديك ما قدرت اكسب بوبه تعيشه مثلا محل ماكو والله وما يعني مطاعم اروح اشتغل مطعم نص الوحده اللي لازم ب 10000 دينار زي 10000 وين تخليها؟ مصرف البيت نسوان انا قاعد ايجار رقبتي عائله قد ايجارك؟ ايجار 400000 ما